أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم وحيثما وجدتم، دائما من بلاطو صباح الجمعة. إن شاء الله تكونوا كامل بخير من كل ولايات الوطن، كسوا شرقا غربا شمالا وحتى الجنوب. من كل ربوع الوطن. أكيد زميلتي أسماء، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير مشاهدينا الكرام، وإن شاء الله أكيد تستفادوا من ضيوف اللي راح يكونوا معنا اليوم والمعلومات اللي راح تكون معنا اليوم. خاصة واحدة المعلومات يكون من ثم طلب نخلوها لكم مفاجأة، راح تستفادوا بزاف بزاف. بقوا معنا متزفي ونشيك زميلتي أسماء. أكيد أكيد زميلتي هاجر. إذا مشاهدينا كمان نروح بعد هذا الفاصل ونعاودوا نرجع لكم، أكيد بقوا معنا. عودنا ولينا لكم مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم وحيثما وجدتم، دائما من بلاطو صباح الجمعة من قناة الشباب والعائلة، دائما مع ضيوفنا اللي مشرفينا بحضورهم وبمستواهم وبمحتواهم. أكيد زميلتي أسماء واللي منورينا بنورهم ما شاء الله عليهم. نروح نرحبوا مع بعض مشاهدينا الكرام باسم على مسمى الأستاذة، هي أستاذة جامعية في كلية الحقوق، الأستاذة بر الله أمل. ما شاء الله اسمها فقط ما يعطيك شاء الله. الأمل. نعم. الله يبارك، أهلا وسهلا بك ومرحبا بك. وبك أهلا ومرحبا بالجميع، وسعيد كثيرا لهذا الاستضافة من قناة زيروان. إذا أهلا وسهلا بك مرة أخرى السيدة الفاضلة بر الله. إذا ربما السيدة بر الله، ربما واش قبل ما نبداو اللوك نتاعنا اللي نتحدثوا عليها حول الطلبة وبعض من التحفيز للطلبة الجامعيين، ربما إذا واش تقدري تقولي لهم ككلمة ابتدائية؟ بصراحة أول كلمة ابتدائية ربما نقدم نفسي للجمهور. أكيد أكيد. الأستاذة بر الله أمال، أستاذة من كلية الحقوق والعلوم السياسية بدوا وجامعة محمد بومرداس، إذا تخصصي راه في الحقوق، ومن باب التدريس الحمد لله حوالي تقريبا 22 سنة في التدريس. ما شاء الله. كنت شفت أنه الطالب يحتاج إلى مرافقة، الطالب يحتاج إلى دعم، الطالب يحتاج إلى تحفيز، الطالب يحتاج إلى فهم زيادة على المادة العلمية. من ثم انطلقت هذه الفكرة أني دائما أسعى، كان كفكرة تطوعية ثم كان فيه المرافقة يعني في إطار نظام الـ LMD، وبعد ذلك الحمد لله فتحت الأفاق والأبواب خاصة على مستوى كليتنا مع طلابنا، مع التنظيمات الطلابية، النوادي العلمية، من حيث أننا نوصل نوع من الطاقة الإيجابية لهذا الطالب. نعم. بصفته طالب وبصفته شاب، حتى أنه يستطيع يزاول هذا التخصص بكل حب وبكل أريحية وبكل اهتمام. نحاول ندرسوا نقاط الضعف ونقووها، ونحاولوا ندرسوا ايضا نقاط القوه، لانه اكيد كل طالب عنده كنز مخبي داخله، نحاولوا نكتشفوه ونساعدوه انه يمارسوا على ارض الواقع. ما شاء الله، الله يبارك. ربما استاذه امل وانت كلك امل ما شاء الله. ربما يعني استاذه، يعني كيفاش خممتي انك مثلا تعطي هذه الموتيفاسيون للطلبه، وشنو هي الحاجه اللي خلاتك تبادري انك يعني ديري دي فيديو ولا حتى تقومي بمبادرات عده في هذا الموتيفاسيون؟ ربي يحفظك. شوفي، اولا انا قلت لك انا استاذه وانا ادرس، هو التواصل المستمر مع الطالب. كاين جانب شخصي، كاين جانب التنشئه، كاين جانب الميول والرغبه. وشفت اني قادره نقدم ماده علميه وما لانيش وحدي الحمد لله، عندنا كفاءات ما شاء الله تقدر تقدم، لكن يبقى دائما هذا النقص. دونك انا فكرت ما هي السبيل والوسيله، كانت مع الاول في مجرد حصتي. شفت لما تكون حصه جامده ويكون حصه فيها عطاء نفسي، عطاء تحفيزي، عطاء توعوي، الطالب يكون عنده اقبال على العوده، يكتشف نقاط ضعف ويصححها، تشوفي نوع من الارتقاء بالمستوى تاعو. فاذا كان اعظم سبيل وافضل لي اني نخرج بصفه منفرده الى صفحتي، صفحه بر الله امل على الفيسبوك، اللي من خلالها سواء يتواصلوا معي الطلبه على الماسنجر يطرحوا لي بعض الامور، سواء اني نقدم يعني مباشره فيديوهات. وزدت درت تخصص اخر باش ما نكتفيش فقط بصفتي استاذه جامعيه، هو تخصص في التدريب، باش نقدر ندرب الطالب مثلا على طريقه المراجعه، طريقه الالقاء في البحوث، طريقه تجاوز محنه معينه، وكذلك الاستشارية. الاستشارية اللي هي تساعدنا على تجاوز بعض المشاكل وحلها، لأنه دائما هذا وش يتخوف. وما تنسوش أنه كي نقول طالب جامعي ربما نعوده للطفولة تاعو، دونك كان لازم ندرس الطفولة لأن هي اللي تخلي بعض العيوب نشوفوهم فيه كعقد نصغرو. كل ما نقول طالب جامعي نقول مرحلة الشباب، كلنا يعرف الشباب مرحلتها، أهميتها، أفقها، أيضا هي المرحلة مقبل على سوق العمل ومقبل على تشكيل أسرة. دونك حاولت نلقى مجال يخليني قريبه من الطلبه في نوع من العطاء التربوي التوعوي التحفيزي. وصدقوني رغم كل ما يقال انا دائما ارفض فكره السلبيه، دائما عندي الايجابيه، نحتاج الى امل. وافق فيما قلتي، اسمي بر الله امال، ماهوش امل واحد، هي عده امال. ودائما نقول، يقولوا لي منين تجيبي هذه الطاقه الايجابيه، نقول منكم، العطاء هو الذي يجعلنا ناخذ.
فعلى قدر ما ابتسمنا لهذا العالم المحيط بنا في إطار عملي الطالب، يعني كل واحد عنده عمل وعنده كما مثلا انتم راهم المستمعين تاعكم التفرجي تاعكم اكيد راح تمدوا لهم اطلالتكم هذه ما شاء الله عليها راح تمد طاقه ايجابيه لما تكون المواضيع هادفه. فاذا هذا هو السبيل اللي خلاني نفكر في التحفيز، والحمد لله ان شاء الله ربي قدرنا الى اتمام هذه الرساله الى ابعد حد ان شاء الله. اذا ربما دائما مع الطلبه ربما ما هي الاخطاء اللي ربما راهم يديروها في الدراسه؟ إيه بالنسبة للدراسة شوفي احنا عندنا شيء كاين حاجة نسموها مهمة في الذات البشرية قبل ما نكون طالب هو تقدير الذات. أكبر حاجة لاحظتها في الطلبة هو كراهية التخصص أو الخوف من التخصص أو الرغبة في التخصص، ومن بعد كي يسمعوا انتقادات يصرى هذاك التراجع، إما يغير إما أنه ينطلق فيه ومن بعد يولي تردد أو يعمل بكراهية. أنا دائما نقول للطلبة تاعنا والشباب تاعنا كلمة عظيمة يعني نتمنى يحطوها في إطارها الصحيح، هو أنه الحب يصنع المعجزات. نقول للطلبة تعلموا أن تحبوا، تعلقوا بحب النجاح، تعلقوا بحب الأستاذ، تعلقوا بحب مادة معينة تحب يعني خلي رابطة على ذيك لازم تكون الحصة جزء بطريقة يعني تفتح شهية الطالب أنه يدرس أنه يقرأ أنه يبحث أنه. فإذا ما قدرتش ترتبط بأي حاجة أحب نفسك دون غرور ودون أنانية بأن تحب لها الأفضل. فإذا أكبر خطأ يطيح فيه الطالب هو أنه يرفض التخصص تاعه من البداية. صحيح. بعدها ينطلق العام، قال حبيت التخصص أو تقبلت التخصص، نلاحظوا أخطاء في كيف أسير مع التخصص. أنا ما نقدرش نتكلم على كل التخصصات، نقدر نتكلم فقط على التخصص اللي ندرس فيه. فإذا احنا وشنو هو لازم يعرفوا شنو هو محو أو فحوى أو مضمون ما يدرسه، ما هي أساليب النجاح؟ كاين محاضرات عندها أسلوب، كاين عمل موجهة عندها أسلوب، يعني أساليب يتوصلوا للنجاح، كاين مكتبة كيف التعامل معها، كاين حرم جامعي كيف يسير فيه باش يقدر يكسب الإدارة الجنبه عمال جنب وحرنا عائلة متكونة من دائما نقول لهم ليد واحدة ما تصفقش، عندنا إدارة عندنا أساتذة عندنا عمال عندنا مكتبة عندنا طلبة عندنا دائما لازم يكون العمل في تفوق تعفو توافق بأننا نحترم بعضنا البعض. والطالب الآن كي يعرف كيفاش يسير العمل نوجهه وندربه ويديرنا استشارات باش يحل بعض المشاكل اللي يوقع فيها يقدر يوصل انه يتقدم ويتفادى الاخطاء اللي محتمله على حسب كل حاله. ربما استاذه امل يعني انت قلتي انه كاين بعض الطلبه بالك اللي يروح لتخصص ماهوش حابه ولا بالك يكون حابه بعدين يخاف منه، وبالنسبه ايضا كاين فئه اخرى بالك اللي هو حابب التخصص هذاك تاعو ويحب يقرا لكنه بالك ما يقدرش كي تولي في الصح ما يقدرش يقرا ولا ما يقدرش يجي فيه ولا هنا بالك فاش راح تحفزيه وشنو هو الاشكال تاعو؟ شوفي انا ما نكذبش عليك، اول حاجه لازم نعرف خاطرك عندنا قدره على الخيار وحب للخيار وعندنا الفرصه. يعني اذا كان فرصه التحويلات فاتت ما يقدرش، واش نديروا احنا كما نقولوا اذا لم نستطع تحقيق ارباح كبيره فاننا نخفف الخسائر. قال الارواح نقول له ارواح نقول لك كيفاش بزاف واش يديروا معايا يكملوا معنا هذا العام، نقول لهم مثلا جوزوه بسلام وحاولوا تعودوا البكالوريا بسلام، نعطيهم روابط باش يقدروا يقراوا هذا العام وما يضيعوش أو يديروا البكالوريا ومن بعد يعاودوا يحولوا التخصص. إذا ما قدرش نقولوا ما تحكمش على مرحلة ما، نزرعوا الأمل مثلا نقولوا له هذا الشهادة ما كاش حاجة كان حاجة في الدنيا تجيب السهل، دائما الكفاح هو اللي يوصلنا، ونقول له شوف النتيجة، ندوه إسقاط صوري، حتتخرج في هذا التخصص، حتولي مثلا بارع في هذا الأمر، ممكن هذا التخصص كما الحقوق يفتح آفاق كبيرة، شوفي عندك تكوني أستاذ، تكوني إداري، تكوني موثق، تكوني محامي، تكوني كاتب طب، تكوني محضر، تكوني باحث علمي، يعني حتى تخصصات أخرى اللي تمشي مع ما كاش هيئة ما تحتاج إلى أو إلى مختص قانوني، فإذا كي يسمع هذا الكلام يقول الله يبارك يعني علاش كنت أنا شايفها دائرة مغلقة؟ ولا أقارن نفسي بغيري، كلنا كنوز، هناك من يكتشف الكنز فيطرحه أمامه وهناك من يجعل كنزه مخبأ فلا يستثمر في طاقاته. فإذا يمكن أن نحول الكراهية بقدر، لكن إذا شفنا أن الطالب مصمم على تخصص عاجز فيه كان ساعات لي بارون يضغطوا على شاب يقولوا المال روح لهذه زعما بالسيف دير الطب ولا بالسيف دير هو عنده ميول، فلازم نراقبوا نلاحظوا أنه نفسية مهمة. فإذا نحن نقول له شوف اختياراتك وهل أنت قادر على تحمل مسؤولياتك، فإذا إذا قدر فيمشي إن شاء الله وبإذن الله يحقق النجاح. والحمد لله لحد الآن رافقت كثير من الطلبة صدقوني اللي بدأوا سنة أولى اللي راهم الآن محامون متزوجين والدين وربما حتى ولادهم، يعني صافي هذا الثمار هي اللي تخليك دائما تتشجع وتتحفز إن شاء الله يا رب. إذا ربما أستاذة هناك بعض من الطلبة تكون عندهم نقاط
ضعف اكثر من نقاط القوه. صح. في رايك هل يمكن هذا الطالب اللي عنده نقاط الضعف اكثر من نقاط القوه ان يحقق نجاح في الدراسه دياله؟ اكيد بما اننا المنطلق الايجابيه فدائما نتفائلوا. الاشكال انه بعض المسلمات ولات عند الطلبه، مستحيل ننجح، ما نقدرش نحفظ، هذا التخصص زعما غير حفاظه، الاساتذه ربما ما يرحبوش بيا، يعني هو ينطلق. نقولوا علاش راك خايف مثلا؟ نقولوا انا علاش نقول لك مدربه؟ وشنو نقطه ضعفك؟ نقطه ضعفك يقول لك استاذ انا ما نقدرش نعرض قدام الجمهور. بصح حتكون محامي، حتكون قاضي، حتكون استاذ، راح تتقابل مع الجمهور. هيا ابني ندربوا الان، رانا في قاعتنا وحدنا مع فوجنا، هيا نحاولوا. فاذا اكتشافي لمواطن الضعف يخليني نحاول ندرب هذا الطالب في هذه النقطه اللي عنده نقطته العرض، كاين اللي عنده نقطته يحفظ بصح ما يحفظش بطريقه. دائما نقول لهم الحقوق بزاف يقولوا حفاظه، لكن في الحقيقه هو عباره عن منطق. يعني ربما نخص الدروس نديروها في شكل مخططات، ثم نحفظ بعض المواد، بعض المقولات، بعض الاسانيد او بعض المصطلحات اللي هي جوهريه ومهمه، ومن بعد نقول له مهارتك في الاجابه. لانه كثير تسمعوا يقول لك كتبت احفظت حطيت الاستاذ في الورقه وعلامتي ما كانتش ممتازه. صحيح. ربما الطالب يفتقر الى المنهجيه، يفتقر لمهاره التعبير، يفتقر للتاسيس بالسند القانوني، يفتقر للمصطلح القانوني مثل في التخصص تاعي. فهنا يجي دور التدريب. فاذا اذا في يقناه باللي هذه العيوب راهي فيك بصح مش فيك باهانه، فيك وقادر تتخلص عليها، هيد تمد لك. ودائما في كل حصه نقول للطلبه تاعي هيد تمد لكم فمن يمد يده لي، باش نخدموا سويا من جهتي ومن جهتهم ومن جهه كل يد داعمه، النوادي الطلابيه عندنا تنشط بقوه في الكليه، تنظيمات ايضا الاداره، الاساتذه الله يبارك. يعني ماهيش مجامله، لانه عاده كيسمعوا هذا الكلام يقولوا كي تزيني، ماشي تزيني بس كوني نشوف انا شخصيا صفحتي اللي كانت لهذا السبب، ولقيت قابليه، لقيت كل طالب تقدمي له دعم وفهم وتوضيح يولي يحب يعرف نقاط قوه، هو يجيك يقول لك وريني نقطع فيه استاذه عاونيني باش نقدر نتقدم. ما شاء الله. ربي يحفظك. ربما استاذه ايضا لو نشوفوا كاين بالك بعض الطلبه مساكن بالك سيتياسيون تاعهم عيانه. نعم. بالك مسكين ما عندوش شكون يصرف عليه، بالك هو اللي مسؤول على قصدي الوتر الحساس، بالك هو اللي مسؤول على العائله تاعو، انا كيفاش راح تتعاملي معاه؟ مسكين بالك يحب يقرا بصح كي عاود يتفكر هذيك السيتياسيون تاعهم كيفاش ينهار نفسيا، ينهار داخليا، ما يقدرش. هنا كيفاش تعمل؟ ربي يحفظك. اذا كانت المدربه الاستاذه تقدم الماده العلميه والمدربه توجهه في نقاط ضعف ويحول نقاط قوه، فهنا دور الاستشاريه. علاش خيرت الاستشاري؟ صحيح يجي طالب نقوله ضعيف، احنا نشوفوه يغيس، ما يقراش، يكره، يغيب بزاف، وفي حين عنده مشكل اليتم، مشكل الفقر، مشكل مسؤولي عائله، مشكل تعاطي المخدرات، هي افه كبيره في هذا الوسط. صح. مشكل خوف المستقبل، مدرسه سوداوي المستقبل، سمحوا لي على المصطلح، هذه الهجره غير شرعيه اللي يقولوها الحرقه بين قوسين، هي امور قاعده تتضارب في راس الشاب وراس الطالب. فهنا حاله بحاله، انا اما ندير فيديو عام ومن بعد كيما نقولوا نلقى هذه الحالات، هما يتواصلوا بيا ولا نشوفهم، فتستدعيه، فتحاولي تسمعي منه الفضفضه تريح، الفضفضه بامانك تضمني له انه الكلام بقى بيناتكم احنا، باسكو هذا هو قسم الاستشاري انه تكون سريه، ومن بعد تحلي معاه المشكل، تفككيه، يا هل ترى تبقى تبكي على الاطلال وين يوصلك؟ انت حاب تخرج من هذه الحاله؟ وش قادر تقدم درك باش من بعد تخرج الابد منها؟ لانه كامل نجوزوا في شده، لا يوجد انسان لم يتعرض لشده في حياته. ودائما الناس يقولوا لك نبحث عن حل واضح للمشكل، لا، المشاكل ثلاث انواع، وهذه قاعده جوهريه دائما نقدمها لطلبتي. عندنا المشكل الذي يجد حل، قال انا جائع ابحث عن طعام فالحمد لله طعمت والحمد لله، فهنا حليت مشكل الجوع. مشكل اخر هو مشكل لا يحله حل مباشر، يحله الزمن. شتي كنقولوا احنا بالعاميه تاعنا الوقت يداوي الجراح. صح. في بعض الاحيان نقول له عندك ازمه، لازم نعاونه كيفاش ينسى الصور القديمه باش يتقدم. وكان مشكل اخر وهو التعايش، يجيني يقول لي مثلا عندي مرت الاب، كان يقول لي مثلا انا تقول لي عروسه، عندنا عروسه تقول لك مع جوزتي صغار وتقول لك ما خلتنيش نقرا منها، نقول لها عندك مشروع، عندك حلم، كيف نتعايش؟ نحوس نلقى لها حل باش تقدر توفق بين بيتها وبين الدراسه باش تتجاوز مرحله ودوام الحل من المحال. باذن الله نصل الى نتيجه ان شاء الله يا رب. اذا استاذه ربما تخصص الحقوق، نعم، يقولوا عليه انه هو تخصص صعب، ما رايك؟ شوفي على حسب من قال، اي واحد ما يفهمش الحاجه او مش دخلها او جربها بطريقته وقوته حيقول صعب. انا نقول لهم كل شيء صعب وكل شيء سهل، أنت كيف تتصرف مع الأمر، وأنت ماذا تبتغي من الأمر، وماذا أنت مستعد أن تقدم. وفي بعض الأحيان نقبل على شيء صعب، لكن الله عز وجل يبعث لنا منح
يبعث لنا مساعدات، حنا ما نفيقولهمش ما نشوفولهمش. فاذا اذا لقيت اين هي الحاجه اللي، وكاين ايضا الميكانيزم او الطريقه، انت لازم تعرف الحقوق كيفاش تقرا. هاني قلت لك اللي قالوا لهم دائما حفاظه يجوا بالحفاظه وينغلقوا على انفسهم في حين عمرها ما كانت حفاظه. يقولوا لك الادبيين هما اللي ينجحوا في العلوم، لا، لاحظنا عفوا في الحقوق، لاحظنا العلميين والرياضيات، لانها تحتاج الى منطق، تحتاج الى تقنيات، تحتاج الى حتى التلخيص. احنا الفكره العامه تقدر تكون طويله، انت تجيبيها في افكار جزئيه صغيره في شكل مخطط، في شكل خريطه ذهنيه، تساعدك على الذاكره، تساعدك على استثمار وقتك. يعني كذلك ثقافه الحياه، بزاف يقول لك نقرا معناتها غير قرايه، الحياه عمرها ما كانت غير قرايه، الحياه عندها اوقات في اليوم. الطالب ولا الشاب يبرمج روحه، حقه تاع العمل وحده، حقه تاع الدراسه وحده، حقه تاع العائله وحده، حقه تاع الراحه والرياضه وحده، حقه تاع العباده وحده، حقه تاع التغذيه الصحيحه والصحيه والسليمه وحده، حقه في الثقافه والاحتكاك وحده. لو قدرنا نوزعوا طاقتنا على هذا اليوم، المردوديه راح تكون اكبر، ومن بعد ما يولي لنا حتى شيء صعب. وكاين التحدي ايضا، وشبابنا متحدي. هذه المسألة في شبابنا، شبابنا متحدي، وهذه من بلاطو جزير وان نبعثها لكل الشباب. مثلا كان ربما كانت عندك فئة شبابية هكا تحدي. شوفي والله أنا حتى كان يسموني أم الطلبة، وكان يسموني أم النوادي باستمرار، هم يشوفوني طلبة تاعنا الأعزاء من مختلف النوادي، مختلف التنظيمات الطلابية، طلابي اللي يقرب عندي حاليا، وطلابي حتى عندي طلابي اللي راهم أساتذة معايا أكثر مني درجة علمية، وهذا فخر. فإذا كي نقولوا تحدي، نقولوا بدينا معاهم وشفناهم، بعد شوفيهم الله يبارك تخرجوا وناقشوا، وكاين لهم بروفيسور ما شاء الله، هذا شيء يعني، وتجاوزوا. كاين اللي عندهم عاهات، كاين اللي عندهم يعني حالة يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، هذو تاني درسوا عندنا، وتشوفيه يتحدى ويقرأ ويحضر ويتواصل رغم صعوبة التواصل. فهذا شيء يخليني دائما نرفع راية كما يقولوا عاليا، رأيت هذا الطالب ورأيت هذا الشاب. ما شاء الله ما شاء الله، ربي يحفظك. ربما أستاذة أنا نروح أيضا لطلب واحد أخرين. إحنا معظم الطلبة نعرفوا باللي غير يطلعوا الجامعة يقعدوا يحوسوا على خدمة، صح، بالك يعود يشوف لي خدمة أكثر من القراية، ولا غير خلاص يجيب لايسونس تاعو ما يكملش ماستر، ولا ما يحبش يكمل يولي يشوف غير في الخدمه. نقولوا احنا مزروب على الخدمه، مزروب باش يجيب دراهم. هنا هل انت مع او ضد انه يعني الشخص يخدم ويقرا في نفس الوقت؟ ما نكذبش عليك، انا دائما نحب بزاف الطالب اللي يقرا ويعمل. دوك نقول لكم علاش. وصلنا لمرحله عمريه يعني اصغر واحد ربما 17 ولا 18، فهذه المرحله الشاب يفكر في الاستقلاليه. عنده ربما الوالدين ما يقدروش يوفروا له كاع واش يحب، ثاني عنده ميول ورغبات ربما الوالدين ما يفهموش فيها، يقدروا يوفروا له حد حدود النقل، حدود الاكل هكذا، ربما هو يحب امور معينه حتى في قرايته، تصوير معين، سحب هكذا وثائق معينه، الانتماء او الانخراط في امور وين يخلص باش يقدر يقرا باش يقدر يدير. فاذا انا واش نقول له، وسمحوا لي، في الغالب في الغالب شوفي لاحظت الكبار واللي كاين متزوجين وعائلات وعندهم اولاد وخدامين هم المتفوقين عندنا. نعم. النجباء، لانه هذاك الضغط كما المراه العامله يقول لك ساعات تكون اكثر تنظيما من المراه الماكثه في البيت. مش لان مع احترامنا المراه الماكثه في البيت هي اللي ربت اجيال، لكن المراه العامله ما عندهاش خيار، تقول لك لازم ندير هذا الواجب في هذا الوقت، ولازم نطيب في هذا الوقت، ولازم نخدم، فتلقى روحها منظمه. فاذا انا واش نقول، فقط على الطالب يشوف اذا كان الحياه قدامه فيها رخاء وعنده اللي يصرف عليه، ماذا بينا يستثمر هذا العمر وهذا الشباب انه يقرا ويوصل لاعلى العلامات. اذا كان الغالب قدر عليه والظروف، انا عارفين ظروفنا كامل كيفاش تقدر تكون، فمليح يحاول يتوافق، يشوف خدمه اللي تساعده. عندنا اشكاليه الطلبه بزاف يخدموا في الليل، يجوك من غدوه ماشي قادر مسكين يندمج وكاع، فهنا اللي عاونتني تاع استشاريه. فكي نفهموش نقولوا تقدر تقدم عمل كتابي، تقدر تقدم عمل اضافي، تقدر تساعد الاستاذ بالتدريب قال بحث كثير وممتاز، تقدر تعاون في المشاركه. تلقيني نوري له هاي ليك نقاط الضعف اللي تقدر او ثغرات انت تسدها بمجهودك، فهذا المجهود راح يخليك تحس انه قادر توفق بين الامرين. وماهيش نهايه العالم كاين اللي ما يكملش. شوفي انا نقول كل انسان قادر يكون هو بحد ذاته طاقه وهو بحد ذاته شهاده. صحيح الشهادات نفرحوا بها، لكن الشهاده الورقيه ماهيش قد الثروه الحقيقيه في الكفاءه. فنحن نحتاج الى شباب او طلبه متعلمون ذو كفاءه، يعني شهادتهم بالفعل تزن. لذلك اللي شاف روحه ماشي قادر باش يجيبها غير هكذاك، وروح يتقدم ويخدم، وكاين حتى خدموا وجمعوا اموال ورجعوا لمقاعد الدراسه. فاذا فقط ما يفقدش الامل وما يقطعش مع التعليم، لان كلنا طلبه. انا يعني استاذه ومازالني طالبه ومازالني نبحث ومازالني نقرا. استاذه بما انه حكيتي لنا روك على الكفاءه، في رايك الطالب الجزائري هل عنده كفاءه او لا؟ نسبة كبيرة عنده كفاءة أو لا؟ والله صراحة شوفي أنا قلت لك بأنه دائما نقول له أي واحد تحكمي لي متفوق عبر العالم، ما الذي يعني يميزني عنه؟ كامل عندنا دماغ،
كامل عندنا جسد، كامل عندنا روح، كامل عندنا نفس الامكانيات. كام كاين قلت لك اللي يغلقها وكاين اللي يطورها. وسمحي لي باللي بزاف يقولوا لي ربما البيئه مختلفه، ربما هذوك عندهم امكانيات. انا ديما نقول لهم صح، اي تقدرت وما كانت. دوك انا استاذه جيت نقرب لامكانيات، هذه نقول لهم فرشوا لي في القاعه، قاعه طلبتي ونقري، لانه التدريس هي امانه، هي رساله، هي تواصل. انا نقول لهم لو كان نقعدوا نخزروا في السلبي، واحد فينا ما حيخرج. نقول لهم حاولوا تردوا كل ما هو سلبي ايجابي في كونك تتنجح روحك. وعلى بالك بواش نقولها، لانه يقدر يقولوا لي انت مدربه تبيعوا الكلام. العمر عداد، كي يبدا العداد ما ناش عارفين وقتاش ينتهي، والعمر يقاس بحجم الفرص فانتهزوها. فما نبداش انا نقول هذه عرقله وهذه صعيب وربما هذه الطاقه ما عطتنيش وربما طالب واحد اخرين في بلدان اخرى اكثر. لا لا، انا كفاءه. شوفي طلبتنا تفوقين، وكاين اللي راحوا للخارج، وكاين اللي داو في مسابقات مراتب يعني عليا وعادوا بها. فاذا شوف انت نقاط قوتك اخدم عليهم، شوف نقاط ضعفك واخدم عليهم، ولا تقارنوا انفسكم بغيركم، بل قارنوا انفسكم بانفسكم، لاننا احنا مطلوبين أننا نتقدم على حسب إحنا وش كنا الأفضل من أنفسنا عبر الزمن. نعم، بارك الله فيك أستاذ. إحنا أستاذ بعيدا عن عالم الطلبة، إذا ربما أنا نشوف أنه عندك أسلوب تحفيزي، أسلوب في التدريس، إذا ربما من أين لك هذا ومن أين اكتسبتي هذا؟ ربي يحفظك. شوفي، أول حاجة بعد فضل الله عز وجل يعود الفضل للوالدين، ومن هذا الباب نكرم والدية، لأنه هنا تاني اهتميت بالتدريب. علاش؟ نحتاج إلى تربية وتنشئة. كان الوالدين يفتحوا لنا مجال الحوار، الحوار يخليك تكتشفي العيوب وتطوري المزايا. هذا الامر. ثاني شيء، منذ صغري كنت نحب بزاف خشبه المسرح، نحب المسرح. فاذا تقمص الادوار هذا كطفله، وحتى في الروضه، لانه اول اعتلاء للخشبه وظهور في الاذاعه كان في فتره الروضه، يعني مازالني نسترجع الذكريات. لكن هذه الامور، هذه الميول خلتني كيفاش نقدر انه نستغل هذه مهاره الحوار اللي كانت مع الاسره، محاوله انه كل واحد فينا يبني شخصيته بطريقه اللي ساعدته مع مرافقه مستمره الوالدين، ومع ميول هذه كيفاش نخلي. فالدرس تاعي نحب يكون ممتع، نحب يكون مشوق، نحب الطالب نحسه بقيمته وبقيمة ذاته. ما نقولش ما يكونليش مشاكل واصطدامات مع الطلبة، أكيد أنا نبقى إنسان، والإنسان فيه عيوب وفيه نقائص، ولكن دائما نحب نبحث عن الأرقى، نبحث عن الأفضل عفوا. استثمار هذه الميزات وهذه المهارات زائد التخصص وحبي للتخصص وحبي للطلبة. شوفي، نشوف باللي شتي كيما واحد يقول لك استثمر في عمل صالح، لا أرى أعظم استثمار من الاستثمار في الذات البشرية. لذلك نقول كل واحد يخدم مع البشر، يخدم مع المواطنين، يخدم مع من أصغر مرحلة، يعني من الكتاب، من الروضة، من معلم الابتدائي، معلم متوسط، معلم ثانوي، وجولهم كان تحية. العمال مطفين يتعاملوا مع المواطن، يتعاملوا مع الروح البشرية والذات البشرية. هذيك تقدري تبتسمي في صباح في وجه واحد، يجوز نهار كاع قوي. تقدري تمدي كلمة في الطفولة يتبعها هذاك الإنسان اللي حفزتيه أو يتحطم بها. احذروا، نقدروا نقولوا انتقاد صغير في البريمير، في الطفولة، في الروضة، يمشي معها تلقاها مرام متزوجة بولدها، تبني أو تأخذ معها عقدة. الوالدين أيضا يقدروا يغلطوا. لذلك درست، قلت لك في التدريب والاستشارة، الطفولة، المراهقة والعلاقة الزوجية، باش نقدر نكون مرافقة لهذا الشاب في صغره ومراهقته وحتى ما بعدها إذا قدرنا الله ووفقنا إلى ذلك إن شاء الله يا رب العالمين. ما شاء الله، الله يبارك، يعني كلامك دواء كما يقول. شكرا، الله يبارك. شكرا عليك. إذا ربما أستاذة أمل، ككلمة ختامية ولا حتى نصائح حبيتي توجيهم خاصة للطلبة اللي راهم يشوفوا فيك؟ ربي يحفظك. إذا نقول أعزائي الطلبة، كان لي شرف عظيم أن نكون ضيفة هذا البلاطو وهذا الظهور على قناة جزائر وان في موضوع يهم الطلبة. يعني ربما كان يمكن استضافتي لأي موضوع آخر، لكن من المواضيع الملعة بها، لأني أحترم هذا الطالب، ولأني على بالي نعول عليه كثيرا. وكي نقول طالب، نزيد معها الشاب، الطالب الجزائري والشاب الجزائري، رانا فخورين بجميع طلابنا، ونقول لهم دائما لا تيأسوا. صفحة بر الله أمل مفتوحة أمام كل طالب يحب يتواصل أو يستمع فيديوهات، وكل مرحلة تعالج بمرحلة، يعني بمرحلتها أو بوقتها. في بعض الأحيان يكون طالب يفكر في النجاح وهذاك النجاح راهو بعيد، نقدروا هذيك كما نقولوا الحلم نقسمه إلى أهداف صغيرة، فكذلك المسار نقسمه لمسافات صغيرة، ونحاول إن شاء الله في كل وقت ننجز نجاح يوصلنا ونصعد درجة، يعني ليوصلنا إلى درجة أخرى. بالتوفيق لجميع طلابي دنيا ودين إن شاء الله. شكرا، الله بارك الله فيك. إن شاء الله أستاذنا نتلقاو بك ربما في فرص أخرى
إن شاء الله في مواضيع أخرى إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب العالمين. شكرا جزيلا، شكرا اللي كنتي حاضرة معنا أستاذتنا. ربي نورك إن شاء الله على هذه المعلومات النيرة اللي راكي تمدي فيهم لينا وللطلبة. إن شاء الله ربي يجازيك إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام إن شاء الله تكونوا خذيتوا بالنصائح وإن شاء الله تكونوا استفدتوا كما استفدنا حنايا. يلا نروح على فاصل قصير ونعود نرجع لكم، بقوا معنا. عودنا ولينا لكم مشاهدينا الافاضل اينما كنتم وحيثما وجدتم دائما من بلاطو صباح الجمعه من قناه الشباب والعائله. اكيد مشاهدينا الكرام في كل فقره مختلفه عن الاخرى، وكل فقره اكيد عندها موضوع مختلف عن الاخر، والفقره هذه اللي ولفتوها في كل عدد وكل اسبوع الفقره الخاصه بالقانون الجزائري. نروح نرحب مع بعض بالاستاذه مختار حياه، محاميه محتمده لدى المحكمه العليا. اهلا وسهلا بك ومرحبا بك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالمشاهدين الاكارم في هذا اليوم المبارك. اقول لكم جمعه مباركه ولكل المشاهدين الافاضل. اذا مرحبا وسهلا بك مره اخرى. اذا كالعاده يعني استاذه حياه، مواضيعنا يعني مختلفه، قضايا مختلفه دائما راه يعيشها المجتمع الجزائري. اذا ربما موضوعنا لنهار اليوم مع الاستاذه حياه هو موضوع الحضانه، لربما يعني كثر بزاف في بما انه كاين طلاق معناتها كاين الحضانه. اذا ربما في رايكم ما مفهوم الحضانه؟ نعم، بالنسبة لمفهوم الحضانة، على كل مسألة الحضانة هي من أهم المسائل المترتبة على أو من أهم الآثار المترتبة على فك الرابطة الزوجية في مختلف صوره، سواء كان فك الرابطة الزوجية هذا بالطلاق أو بالإرادة المنفردة، طلاق يعني بالإرادة المنفردة للزوج، أو كان يعني خلع، أو كان يعني طلاق بالتراضي أو حتى تطليق. إذا فالشيء ثابت قانونا والشيء اللي متعارف عليه أنه بعد ما يتم فك الرابطة الزوجية، يعني بعد ما القاضي فرق ما بين الزوجين، فالأثر يعني اللي ينجم على فك الرابطة الزوجية هذه هي مسألة إسناد الحضانة لأحد الزوجين. الشائع والغالب أنه تسند الحضانة دائما إلى الأم، وبالتالي إذا جينا للتعريف القانوني لمسألة الحضانة نقول أن المشرع الجزائري يعني حاطها بنوع من الحماية تشريعا لمصلحة هذا المحظون، وبالتالي تناولها المشرع الجزائري في نصوص قانون الأسرة من خلال نص المادة 62 إلى غاية نص المادة 72. إذا نشوفوا تعريف الحضانة، يعني تناولته نص المادة 62 وقالت أن الحضانة بمفهومها القانوني هي يعني تربية الطفل وتعليمه والقيام بتعليمه يعني على دين أبيه. كذلك الحضانة هي يعني في مفهومها أنها السهر على حماية هذا الطفل المحظون، السهر على حماية هذا الطفل المحظون، وكذلك حفظ صحته يعني من الناحية الصحية، حفظه يعني صحة وخلقا. وبالتالي نشوف أن المشرع الجزائري لما أعطى تعريف للحضانة لم يحدد شروطها، ولكن قال شرط وحيد ألا وهو أن يكون الحاضن أهلا لممارسة الحضانة. هذا هو الشرط اللي جاء في الفقرة الثانية من نص المادة 62 من قانون شؤون الأسرة. إذا مثل ما هو معلوم أنه الطفل لما يكون في سن الحضانة، الشيء بديهي انه هذا السن هو يعني سن يعني سن حرج بالنسبة للطفل، لأنه يتلقى فيه مختلف القيم والمكاسب العلمية والمعرفية، وبالتالي كان ولا بد على المشرع الجزائري أن يحمي مصلحة هذا الطفل المحظون. إذا بعد ما عرفنا مفهوم الحضانة حسب نص المادة 62 من قانون الأسرة، نشوف أنه مدة الحضانة هذه راح تنقضي. القانون الجزائري في نص المادة قانون شؤون قانون الأسرة يعني في نص المادة 64 قال أنه حضانة الذكر تنقضي ببلوغه 10 سنوات، وحضانة البنت تنقضي ببلوغها سن الزواج. يعني البنت تبقى الحضانة تاعها سارية المفعول إلى غاية وصولها إلى سن الزواج. القاضي يمكن له بناء على طلب أي واحد من مستحقي الحضانة سواء كان الأب أو الأم أن يقضي بتمديد الحضانة بالنسبة للذكر إلى غاية بلوغه 16 سنة. إذا في الحالة اللي يقضي فيها القاضي ببلوغ يعني بتمديد حضانة الذكر إلى غاية 16 سنة، لازم الأم الحاضنة في الحالة هذه تكون لم تعد يعني تكون ما عودتش الزواج كما نقولوا بالتعبير العامي. إذا القاضي لما يقضي بانتهاء حضانة هذا الولد في هذه الحالة يقع واجبا عليه ولزاما عليه أن يقدر مصلحة المحظون. إذا كنا تناولنا تعريف الحضانة والسن القانوني للحضانة بتعبير بسيط حتى نوصلوا المعلومة للمشاهد الكريم. نعم شكرا. إذا ربما أستاذة ما هي الحالات التي يتم اللجوء فيها إلى إسناد دعوى الحضانة؟
الحالات التي يتم فيها اللجوء الى يعني الحضانه، اللجوء الى اسناد الحضانه من طرف مستحقيها، يعني الحاله الاولى التي يمكن فيها اسناد الحضانه هي لما تقوم المحكمة بفك الرابطة الزوجية ما بين الزوجين. إذا نلجأ إلى إسناد حضانة هذا الولد المحظون في حالة موقع طلاق ما بين الزوجين، فالمحكمة راح تقضي يعني بحكم، هذا الحكم يكون قابل يعني لطرق الطعن العادية. هذا الحكم كما قلت راح يقول شكون هو مستحق الحضانة، سواء كانت الأم سواء كانت الأب. الحالة الثانية اللي يمكن نلجأ فيها إلى الحضانة وإسناد الحضانة هي الحالة لما يتوفى أحد مستحقي الحضانة، يعني لما يتوفى الأب أو تتوفى الأم، وكذلك هناك حالة أخرى هي حالة يعني الفقد. فنتصور هذه الحالة لما الأم يقضى لها بالحضانة يعني بعد وقوع الطلاق، فهذه الأم لا قدر الله توقع الوفاة انتحى. ففي الحالة هذه يعني يمكن للأب أن يتقدم بطلب إسناد الحضانة إليه. كذلك في حالة ما هذا الأم مثلا أسندت لها الحضانة أو أسندت الحضانة للأب، ولكن بعد سنوات هذا الأب يعني هذا الأب غاب وأصبح يعني في حكم المفقود، فهنا يجوز لمستحقي الحضانة حسب الترتيب اللي وضعه قانون شؤون الأسرة أنه يتقدم بموجب دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة لطلب إسناد هذا الحضانة إليه بعد يعني وفاة هذا القائم بالحضانة اللي كان يعني ممكن يكون الزوج الأب أو الأم، ولا في الحالة التي يفقد فيها الأب أو الأم، فهنا في هذه الحالة يمكن إسناد له الحضانة بقوة القانون حسب ترتيب مستحقيها من الناحية القانونية. نعم. إذا ربما أستاذة حياة، ما هي شروط الحضانة؟ إذا جينا لشروط الحضانة، نشوفوا أن المشرع الجزائري يعني كان تحدث على شرط واحد، وهو أنه يكون الحاضن أهل لممارسة الحضانة. وبالتالي هذا الشرط احنا في الوقت الحالي باش نقولوا هذاك الانسان او الحاضن اهل لممارسه الحضانه او لا، نشوفوا انه هذا الشرط يعني ربما نقدروا نقولوا عليه شرط ما يكفيش، لانه لابد من تحقق اجتماع شروط اخرى حتى نقولوا، لان المشرع الجزائري يعني ما تناولش باقي الشروط بصراحه، ولكن في الحاله هذه يمكن الرجوع الى احكام الشريعه الاسلاميه. وهنا اسماء يعني نلقاو ان الماده 222 من قانون الاسره تقول لك في حاله ما اذا لم يرد النص على امر ما يمكن الرجوع الى احكام الشريعه الاسلاميه. وبالتالي اذا رجعنا الى احكام الشريعه الاسلاميه، نشوفوا انه هذا الشريعه الاسلاميه كانت السباقه في ترتيب بعض الأحكام لحماية هذا الطفل المحظون من خلال يعني واجب رعايته، واجب المحافظة على صحته، واجب المحافظة على سلامته بما يضمن مصلحته. وبالتالي هنا الشيء اللي نقوله كقانونيين انه فيه مجموعه من الشروط اللي وضعتها الشريعه الاسلاميه ويحتكم اليها قاضي شؤون الاسره، لانه الشرط الوحيد اللي كانت وضعته نص الماده 62 هو ان يكون الحاضن اهل لذلك. اذا كيف يكون هذا الحاضن اهل لذلك؟ لابد من توفر مجموعه من الشروط. اهم الشروط هو العقل. لا يعقل ان تسند حضانه الابن المحظون هذا الى يعني شخص وين يكون يعني لربما مجنون او معتوه، يعني ما يتمتعش بالقدرات العقليه. فالواجب من الناحية القانونية والشرعية أنه يتم إسناد الحضانة إلى شخص يعني يكون يعني مكتمل القدرات العقلية، يعني عنده العقل بما يكفيه لي يعني حفاظ ورعاية هذا الطفل المحظون. الشرط الثاني كذلك اللي جات به أحكام الشريعة الإسلامية ويمكن يعني نستشفوه من خلال الشرط اللي وضعته المادة 62، وهو أن يكون الحاضن أهلا لممارسة الحضانة، لابد هذا الحاضن كذلك أن يكون بالغ وراشد. إذا مثل ما هو معلوم أنه البلوغ ولا سن الرشد القانوني اللي مسموح به يعني في الزواج هو 19 سنة، سواء بالنسبة للزوج أو سواء بالنسبة للزوجة. لربما السؤال اللي يمكن يتبادر إلى الأذهان، يعني لما نكون أمام حالة أنه الزوج أو الزوجة ما يكونوش يعني وصلوا للسن القانوني اللي يعطيهم الحق في الزواج، الشيء المعمول به أنه هذين الزوجين أو أحدهما لابد من يتقدم بطلب أمام قاضي شؤون الأسرة حتى يعطي له الإذن أو الترخيص أو الترشيد، لأنه راح يكون هذا الشخص يعني قاصر. فهنا قاضي شؤون الأسرة راح يرخص له بالزواج إن شاف أنه إن رأى فعلا أنه هذا يعني الزوج يعني له من القدرة الكافية للقيام بهذه العلاقة الزوجية وتحقق من قيام الشروط الأخرى. وبالتالي لما الشخص يتحصل على إذن أو ترخيص بالزواج، فالشيء البديهي أنه لما يعني توقع فك الرابطة الزوجية، إذا بقوة القانون راح تمنح الحضانة لهذا الشخص الذي حصل على الترشيد أو على هذا الشخص الذي حصل على الإذن القانوني للإقبال على الزواج. إذا تمنح الحضانة بقوة القانون لهذا الشخص.
كذلك من أهم الشروط أنه الشخص الحاضن هذه لابد أن تتوفر فيه الأمانة. مش تقصدوا بها الأمانة، يعني بالتعبير البسيط أنه هذا الإنسان لازم يكون أمين على ممارسة الحضانة بالنسبة لهذا الطفل، يعني يكون يتمتع بأخلاق حسنة، لأنه لا يعني لا يتوقع من الناحية العملية أنه شخص تكون يعني السيرة الأخلاقية تاعو سيئة ونعطوا له حق الحضانة. إذا هنا القاضي باش نثبتوا حسن سلوك هذا الشخص، يعني ونقولوا أنه فعلا أمين لممارسته أو مؤهل لممارسة الحضانة، القاضي إذا توصل يعني بدعوى مثلا إسقاط الحضانة، فأول شيء يعني راح يأمر به للتأكد من هذه الإدعاءات إن كان هذا الشخص المؤهل لممارسة الحضانة يعني أمين على هذا الطفل المحظون من أجل ممارسة الحضانة ولا لا، يعني المشرع الجزائري أعطاه بعض المكانات وبعض الآليات القانونية للتحقق من أهلية هذا الشخص لممارسة الحضانة أم لا. الشرط الأخير اللي يمكن أنه نذكره به كذلك حتى الشخص يتمكن من ممارسة الحضانة أنه تكون عنده القدرة الكافية لممارسة الحضانة. وش نقصد بها القدرة الكافية؟ مثلا لربما عند القضاء بالحضانة لأحد الأبوين سواء كانت الأم ولا الأب، وكان أحدهما مثلا يعني في حالة متقدمة من السن، فالشيء البديهي أنه ما راح تقدر تكون عنده القدرة الكافية لممارسة هذا الحضانة وممارسة كل يعني ما يمليه عليه القانون لحفظ هذا الطفل المحظون، وبالتالي لازم تكون عنده القدرة الكاملة لممارسة هذا الحق، سواء القدرة الجسدية أو القدرة المادية أو حتى المعنوية في يعني حفظ سلامة حفظ وسلامة هذا الطفل المحظون. نعم شكرا شكرا جزيلا أستاذة. ربما ككلمة ختامية لنهار اليوم تفضلي. الكلمة الختامية اللي ممكن نقولها اليوم أنه هذا الطفل المحظون يعني راه يشكل العمود الأساسي في بناء الأسرة الجزائرية، لذلك نشوف أن المشرع الجزائري خصه بنوع من الحماية وأحاطه بنوع من الحماية الخاصة من خلال يعني وضع عديد المكانات والآليات القانونية اللي يمكن لقاضي شؤون الأسرة المحافظة من خلالها على هذا الطفل المحظون، يعني حتى نظم التنشئة السليمة لهذا الطفل المحظون بعد يعني ما توقع تفرقة ما بين الزوجين بموجب حكم للطلاق. لذلك نقول من واجبنا اليوم أنه نتكاتف الجهود فقط للحفاظ على هذا الطفل المحظون والحفاظ على سلامته. يعطيك الصحة أستاذة حياة على هذه المعلومات القيمة. نحن الموضوع الحضانة راح نكمل الجزء الثاني تاعو إن شاء الله في الأعداد القادمة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. نشكرك جزيل الشكر أستاذة اللي طرقتينا لهذا الموضوع الحساس، خاصة بالنسبة لبالك بالنسبة للأمهات ولا حتى للآباء وخاصة للأطفال اللي هم يعتبروا بالك الضحايا في من نتيجة الطلاق. إن شاء الله ربي يهديهم إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام احنا نروح على فاصل صغير ونعود نرجع لكم، بقوا معنا. عودنا ولينا لكم مشاهدينا الافاضل اينما كنتم وحيثما وجدتم، دائما من بلاطو صباح الجمعه من قناه شباب والعائله مع الضيوف اللي مشرفينا بحضورهم. اكيد زميلتي اسماء كل ضيف بمحتواه وكل ضيف وين يمدنا وين يفرحنا ويفرحكم انتم مشاهدينا الكرام. اكيد نروحوا نستقبلوا مع بعض الممثله الكوميديه الصاعده عبد اللطيف ورده فريال. اهلا وسهلا بكم ومرحبا بك. صباح الخير للأخت هاجر، صباح الخير للأخت أسماء، شكرا على حسن الاستضافة وكل الشكر والاحترام والتقدير لقناة الجزائرية أنوان. شكرا. وجمعة مباركة للجميع وتحياتي للناس المشاهدين اللي يشوفوا فينا. أهلا وسهلا. إذن ربما وردة هكا نورمالمون وردة فريال. وردة فريال واش تحبي يعيطوا لك؟ فريال فريال يعيطوا لك مي با الله يرحمهم كنت صغيره فريال اللي ربي يرحمهم. ان شاء الله. اذا ربما فريال نروحوا نتعرفوا عليها مع بعض، شكون هي فريال وكيفاش دخلت في مجال الكوميديا؟ فريال ممثله جزائريه، جي 34 عام، دخلت عندي موهبه ملي كنت صغيره، جوغ نحب نمثل نحب نتورني ايتو شغل. ابخي دخلت في مجال في المسرح، درت مسرح ومن بعد ابخي موراها شغل كان عندي ظروف شغل جبت شويه على التمثيل، ومن بعد ابخي عاودت وليت شغل عاودت وليت ودوك خدمت فيها، شاركت في عده اعمال جزائريه كوميديه من بينهم شاركت في قناه الجزائريه انوان وقنوات خاصه في زوت لي سيت كوم عائله كيناس اون 2021 مع شفيق تيشوداد، وشاركت في كابسول اون 2022 نورمالمون كابسول لانا في قناه الجزائريه انوان، وفي فيلم لو روبال
ولي زوطخ تاني سيتكم في قنوات خاصه. ربما فريال يعني انت يعني ملي بديتي المشوار تاعك الفني وانت فقط في المجال الكوميدي، في مجال الكوميدي وشحال كان عمرك كي كان عندك اول عمل؟ 31 سنه. ما شاء الله، الله يبارك، الله يبارك ما شاء الله. ربما بالنسبه للادوار اللي كنتي قمتي بهم، واش من الدور اللي كان يعجبك بوكو بليس؟ كما ربما سيت كوم عائله كينز، فوالا عائله كينز، واش من الدور اللي جستيه شغل كيفاش حسيتي روحك؟ الدور هذاك الجوغ كان صعيب عليا بزاف، بلوس مع الميكانيك والاخر والريبيتيسيون، حتى عشت نورمالمون صعيب باش صعيب شويه. وي صافي، وي سيكونس باش فاليداو لي نشفى شغل، ماشي تعبوا معايا شغل، انا اللي كنت مكومبليكسيا ايتو شغل لا بروميير فوا تاعي ايتو، مي نورمال من بعد جازت شغل جبتها. شكون هو الدور؟ نقول يما ابراكادابرا شوافه، داروني شوافه. ايه الله يبارك، داروني شوافه شغل جاتني صعيبه شويه تمثيل، باسكو شوافه شغل كان كيما نقولوا دي غران اكتريس كامل جاتهم صعيبه شغل كيفاش انايا لا بروميير فوا تاعي. ابخي مع لي ميكانيكي تو سي بون جازت شغل جوزتها بيان الحمد لله، كنت مع شفيقاتي شداد. المهم احنا نقولوا زميلتي اسماء الممثل المحترف هو اللي يعرف يمثل كل الادوار، حتى الدور اللي يجي صعيب يعيا ويتقنوا. جاني صعيب مي هكذاك وركبت في تقمصت شغل الدور تاعي بيان وجازت. ربما لو انا زميلتي اسمح حبيت نشوف كي قالت ابراكادابرا، حبيت نشوف يلا لا مازال كي شافيا كيفاش كنتي شي وافه ولا خلاص. وصرا فيا داك النهار ولاو يقولوا لي كزيزينا شوفي لنا سهرنا كزيزينا، قلت لهم نشوف الزهري قبل انا باش نشوف لكم ليكم، خلاص هذيك الضربه ولاو يعيطوا لي شوافه كزيزينا سموي كزيزينا كزيزينا شوفي لنا زهرنا كزيزينا. وانت كي عطاو لك هذاك الدور نورمال عادي؟ نورمال اكسبتيتو، تاكسبتيتو مع كل الادوار تقدري تاكسي كاين بون مدوا لي بروبوزاو لي جو في دير كو غير كيما تاني في الاعمال تاني في هكذايا، بصح ما حبيتش انا عطوني شغل ادوار ما حبيتش ناكسبتيهم. مثلا واش من ورده ربما واش من الادوار اللي ما تاكسبتيهاش؟ ما كيفاش نفهمك، كاين ادوار ما قدرتش زعما حاجه ماشي محترمه ولا حاجه تكون يعني جوزه اكزاكتومون، حاجه ماشي محترمه شغل ماشي من ضمن مبادئ اكزاكتومون. فوالا انا لو قلت كيفاش انا شغل شوي كوميديان ايتو شغل احنا حلقه الحين مع الدور الاخر والاخر ما حبيتش جوستومون. لو كان نروحوا ربما زميلتي هاجر بالنسبه نروحوا الورده، احنا نشوفوا انه التمثيل في نتكلم على بلدي بيان سور هي الجزائر، نشوفوا انه التمثيل يعني راهم يروحوا ليه غير اللي ربما عندهم نسبه مشاهده عاليه، بالك ما يهمش يشوفوا يعني هذه رساله لكل المخرجين اللي راهم داخلين في عالم الدراما ولا الكوميديا. انت واش رايك ربما كي دخلتي في هذا المجال الجديده واش رايك في هذه النقطه؟ باسكو بالك شافوا عندهم اكسبيريونس، شافوا عندهم شغل بالك موهبه، شغل ما شافوهاش بالك في دي زوتر سي فري. هو ما كاش كيما المسرح، شغل لازم وحده شغل تكون قاريه المسرح، تكون قاريه الفن، تكون قاريه على بالها سوا في لي جيست سوا في لي غريما سوا في الهضره سوا شغل كاين بزاف دي تروك. شغل دوكا كي راهم في لي ريزو سوسيو هكذا كاين بالك شغل اللي عندهم موهبه هما حابين مساكن بصح ما قدروش باش يلحقوا باش يخدموا زعما في المسرح ولا باش يعيطوا لهم في لاتيلي ولا شغل شوي با كونتر. كاين شغل بنات معليش محترمات معليش حكا يحبوا صافي غون بليزيغ، والله نتمنى كما نقولوا الخير لكامل الناس وان شاء الله كامل يربحوا كامل يخدموا كامل كما نقولوا تحقق الحلم ديالها شغل الامنيه تاعها تحققها. واش داير يعني هذوك ولاو كامل يتبعوا لي غيزو الوقت اللي رانا فيه ولاو يتبعوا كامل لي غيزو صح يا صح الوقت اللي انا فيه يتبعوا كامل لي غيزو، لكن ربما انا زميلتي اسماء ضد هذه الفكره لانه صحيح كاين بعض اللي صح عنده موهبه كاين فوالا اللي عندها موهبه شغل من بعد يروحوا نو مانيش نحكي على هذا كاين ناس من الناس جوغ بون واحد قاري مسرح وكامل والاخرى شغل ما دايره والو شغل جاتها سهله شغل ديريكتومون يعيطوا لها شغل مام هذاك الفنان مسكين تغيضوا يقول لك كيفاش انا قاري مسرح وكامل ما عيطوليش يعيطوا لوخت اخر شغل جات في تيك توك ولا جات. وكاين من جانب اخر كاين بالك اللي صح عنده موهبه يستاهل، وكاين اللي صح يستاهل هذيك الموهبه، كاين بالك جمله مفيده ما يعرفش يكونها، هضره ما يعرفش كيفاش يهضرها، كلمات ما يعرفش يركبهم، لكن تصيبيه عطيلو دور ودور كبير دور وعلى
برك بالك نسبه المشاهده اللي عنده ولا لي ولا لي زابوني اللي عنده ولا وهذا ولت... انا نشوفها جريمه في حق الفن الجزائري. اكزاكتومون سي فري شويه واعره شويه صح دوكا ولاو يتبعوا كامل نسبه المشاهده شغل يتبعوا كاين نسبه كاين ما كاش شغل المهم المهم يشوفوا ما يقولش كاين دي زاكتريس ولا غير كبار شغل خدموا به فيلم اللاعب في افلام جزائرية انا نتبع باسكو بزاف والله العظيم غير قاعدين شغل ما مساكن ما يعيطوا لهمش يعيطوا لهذوك تاع منا ومنا تاع البارح تاع هما مساكن دي زاكتريس ولا دي زاكتور والله ما ولاش كامل يعيطوا لهم شفنا ضد او مع كيفاش ضد ولا مع لا لا ما يعيطوا لهم باسكو هما شغل شغل نضل نعم معاهم عطيتك سؤال عطيني جواب نعم راكي ضد هذه الفكرة أو مع هذه الفكرة زعما كيما يعيطوا لهمش نعم إيش يعني ضد هذه الفكرة يعني ضد أو مع لا لا ما يعيطوا لي عندهم نسبة مشاهدة ويخليو واش رايك زعما عطينا حل هل لديك حل؟ يعيطوا لهادو اللي كيما نقولوا لي زاكتور لي زاكتريس هادو اللي قاعدين لي زونسيان بيان سور مادا بيا سي فري مانيش نقول مانيش مادا بيا هادو اللي عندهم نسبة مشاهدة يروحوا ان شاء الله يكملوا ويلحقوا كيما نقولوا البوان اللي راهم حابين يلحقوه بصح ما كاش كيما شغل لي زاكتور كبار هادو لي زاكتريس ما كاينش واحد بلاصتو اهل الاختصاص اكزاكتومون كل واحد كل حاجة في بلاصتو لو نروحوا عند وردة وردة ربما هي ممثلة صعيدة ان شاء الله نتمنوا لك كل التوفيق وان شاء الله النجاح في المشوار تاعك خاصة انه كنتي قلتي بلي انا الادوار الغير محترمه ما نقدرش نجسدها صافي هذه صافي ان غون بليزير دونك انه حنا الممثل يمثل البلد تاعو ويمثل الدوله تاعو ويمثل الشعب الجزائري الشعب الجزائري دائما حنا نكرروا ونعاودوا انه هو شعب مسلم وعنده عادات وشعب الجزائر هو شعب متأصل أصيل يعني توجور مدابية شغل كما نقولوا توجور يشوفوني خزرة مليحة ما يشوفوني شغل خزرة عيان هذه لو نروح ونشوف وردة تكون هي ولا فريال الأخت فريال لو تكوني مخرجة سينمائية أو مخرجة تلفزيونية يعني في مجال التمثيل واش من الفئة اللي كنتي تختاريها مثلا هاي عندك خدمه نقولوا راح ديري سيتكوم ولا نقولوا راح ديري فيلم دراماتيك واش راح تكوني واش راح تخيري اسكو راح تخيري لي زونسيان ولا تخيري اللي عنده نسبه مشاهده ولا اللي يعرف يمثل لي زونسيان لي زونسيان لي زونسيان واللي جدد ما تقدرش لا لا خير جدد باينين كاينين وكاينين فيهم وعليهم كاينين جديت مهبل واسمو كاين ولا غير تشوفي تطلعي هكذا تضحكي وحدك شغل كاين اللي من عند ربي عندهم موهبه سبحان الله شغل ما نفرقش ندير شويه لي زونسيان شويه اللي عندهم نسبه مشاهده و ان شاء الله كيما نقولوا نتمنى التوفيق لكل الفنان ولكل اللي راهو ناوي ان شاء الله وش حاب يكون في حياته ان شاء الله. ربما فريال لو يعني يقترحوا عليك الان مثلا تمثلي دور في سلسله كوميديه مثلا رمضان ان شاء الله يلحق ان شاء الله ان شاء الله وش هو الدور بالك اللي راكي حابه يعيطوا لك فيه الدور اللي حابه يعيطوا لي فيه مثلا ما مثلتيهاش كامل حبيتي تمثلي هذاك الدور حاجه كوميديا ولا دراماتيك معليش نروحوا بالكوميديا ونروحوا للدراماتيك في زوج حاجه دراماتيك جو مال كانش في كوميديا مي في شغل في دراما نجيبها جو عندي اكسبيريونس والله دور دراماتيك احنا نهضروا عليهم في زوج اليتيمو اها هذه كوتي دراما دراماتيك صح اكثر حاجه اليتيمو نعم علاش خيتي ليا ديما باسكو سي اون ايستوار ريال و جوغ نتقمص الدور ديالي بيان فيها علاش تتقمصي الدور ديالك فيها باسكو علاش ما خيرتيش حاجه وحده اخرى كاين بزاف جوغ معليش احكي لنا باش نعرفو باه نشوفو الممثل واش يتقمص كاين بزاف هادو كاين اليتيمه زعما نقدر مسمومه زعما شويه تقدري تكوني مسمومه شويه ما نجيبهاش بزاف جون تكون كومبليكس تقدري تكوني يتيمه اه علاش تقدري تكوني يتيمه باسكو ايستوار شغل ريال شغل نقدر نجسد الدور هذاك عندها الرساله ربما الممثلين اللي راهم يمثلوا فيها ربما راهم عايشينها راهم عايشينها بزاف وي صح كاين بعض اللي عايشين بزاف وي كاين اللي مساكن ديجا عندهم والديهم وشغل اونديغي ما عندهمش والديهم في الحياه كاين اللي والديهم الله يرحمهم يقول لك صح ربي يرحمهم ان شاء الله الله يرحمهم والديهم ميتين كاين اللي ربي يرحمهم كيفاش ان شاء الله تقبل ربي في الدنيا ان شاء الله يا رب يلا ونزيدوا نشوفوا حاجه كوميديا واش تروحي واش من دولك حابه تجسدي كوميدي جا شكون بزاف ادوار كوميديا شغل
جانا برسك نضحك بزاف جوغ بلاش اي حاجه هي انا جاب لي نشوفها في براءه وما على باليش حاجه كوميديا حاجه كوميديا زعما واش من غول زعما يعطوني في حاجه كوميديا حابين مدهولك حاجه كوميديا يلا فهمي شوفوا بالك فيك المخرجين يلا لم يبوالا لم يشوفوا فيها المخرجين احد نديكم الدور اللي حباته باغ اكزومبل اتون باسكو شنو فاهم مع اسبرج سما شغل جوغ وحده فرفاطه هكذا فرفاطه فرفاطه سما فريه فرفاطه ماشي رزينه هكا فريه الفرفاطه يلا ما انت تروحي في فرفاطه صح معليش ان شاء الله المخرجين يحوسوا اللي راهم يحوس على وحده فرفاطه هاي كاينه هاي كاينه فوالا سيوها وشوفوا يلا هي زميلتي هاجر قالت لك واش من الحاجه اللي تحبي تروحي في الكوميديا ولا واش من سيتكوم اللي راكي حابه ربما تمثلي جوستي دور انا نقول لك واش من الممثل اللي راكي ربما قدوه ليك وكي حابه تمثلي معاه في المستقبل كاين بزاف ممثلين نحبهم ملكة بالباي ملكة بالباية يعني تحياتي ليها نحبها تحياتنا ليها سهيلة معلم اوسي تاني نحبها سهيلة معلم محبوسة الجزائرية معلم هذيك جينيراسيون بلوتو تاعنا الله يبارك انسانة محترمة انسانة هايلة نوجه لها تحية من هذا المنبر تحية من هذا المنبر سهيلة ربي يشافيها ان شاء الله ربي يشافيها ان شاء الله تحياتي ليها ان شاء الله ان شاء الله يكون ان شاء الله احنا نتمنوا انه ربما تكوني ممثلة سعيدة ولما لا ان شاء الله تلاقي مع الممثلين القدماء اللي ربما جولهم كامل تحيه كذلك ثاني عثمان علي واتجاه الله ربما فريال انا حبيت يعني انا قريب نختموا الفقره لكن قبل ما نختموا هذه الفقره حبيت نشوف حاجه قدامي انا يعني ماشي في الكاميرا يعني جسدنا ربما شخصيه ولا حتى دور ولا واش حبيتي من ناحيه كوميديا ولا ناحيه دراما نخلي لك الاختيار اللي انت اصبر اسقم شعري اسقم روحي باسكو انا رايحه شغل جاي بون كوم سي زعما راني حركت زعما راني في لوروب زعما بون احنا راح نديرها بلوس ان ميساج ثاني نلحقوا كيما نقولوا للشعب الجزائري اللي راهم يشاهدوا فينا يلا حركت وزعما جاني خبر الو وي بونجور ما شيري صافي توا واش بك واش كاين ولا غير والو هذا وين تعرفي راني داخله للدار واش بك واش كاين هضري يا هضري وشنو واش حبيت تقولي لي هضري بقات فيك غير لافوا يا هضري واش بك تبكي دوكا كيفاش لا لا نو يا ربي وين شكون بيا دوكا اللي بعيدة كيفاش راح نروح ما تسمع ماما شتاش ايما ما قدرتش شكون هيديني يشوف ماما دفنوا ماما بلا ما شتها اسمع قولي لي واش اسمع ما تسمع هاجر ما تسمع ما شفتهاش استغفر الله يا شكرا وردة ان شاء الله ربي يرحم كل امواتنا اجمعين وردة كانت جست تديكم دور اليتيم ربما واحد راح حراقه هكا سيسا راح حراقه ومات وسمع قدرتي ودفنوها وماتت هو ما كانش شغل واعره شويه واعره واعره دابا ما يروحوش يقعدوا مع اليماهم ما شغل ما كانش هيك حاجه في الدنيا كيما اللي مات صح ما مت راح يكدو ومن بعد ابخي تسمع صباح خبر باباك مات ولا معايا ما ماتت وش حد من بعد خلاص متلقاو واش دير صح صح فريمون صح تحكمك ديبريسيون ربي يرحمهم وان شاء الله ربي يرحمهم ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفق الشباب الجزائري ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اذا ربما ربما ككلمه ختاميه او اهداءات توجهها لمشاهدينا الكرام
تحيه خالصه للو فرير اسلام مصباش والاخت الكريمه كاهينه وسندس، بلا ما ننسى الطاقم الفني الجزائري يا انوان، وليك انت ثاني الاخت هاجر الاخت اسماء قال لي الكونتخير تبانوا لي توهام. ربي يحفظكم ان شاء الله وصافي في غون بليزير والله كي كان لي شرف كبير كي جيت راني معاكم. ثاني شرف لينا ان شاء الله ونتمناو لك ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله والنجاح ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي بوكو. امين يا رب العالمين. احنا فرحنا كي جيتي لعندنا وبهذا الدور اللي تقمصتي صراحه دور مؤثر زميلتي اسماء، خاصه الوالدين. كلش في هذه الدنيا يتعوض الا الوالدين والصحه اللي ما يتعوضوش. الله ربي لي والدي راه محيين، ربي يحفظهم ويتهلا فيهم ويطيحهم، ولي والديه توفى وربي يرحمهم ان شاء الله ويلاقيه بهم في الجنه يا رب العالمين. شكرا جزيلا. شكرا. بلا ما ننسى الفريق تاع العمل تاعي نهدي تحيه خالصه وللمتابعين بيان سور. اكيد شكرا جزيلا. الله يسلمك. شكرا لك فريال اللي كنتي حاضر معنا اليوم. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله ونتمنى لك اعمال كبيره ان شاء الله، خاصه في هذا رمضان اللي راهو جاي ان شاء الله يا رب العالمين. اذا مشاهدينا الكرام احنا نروحوا على فاصل قصير ونعود نرجع لكم، بقوا معنا. عودنا ولينا لكم مشاهدينا الافاضل اينما كنتم وحيثما وجدتم دائما من بلاطو صباح الجمعه مع ضيوف اللي مشرفينا دائما من هذا البلاطو. اكيد كل الضيوف خاصه الضيوف اللي عندهم مواهب وعندهم هوايات اكيد احنا معاهم باش نعاونوهم وباش نبينوهم وربي يوفقهم ويوفقكم اجمعين ان شاء الله. مشاهدينا الكرام نروحوا نرحبوا مع بعض هو ممثل صاعد في مجال الكوميدي والمجال الاجتماعي امين بغدود. اهلا وسهلا بك ومرحبا بك. مرحبا بيا عندكم ونشكر قناة الجزائرية وأنوان على الاستضافة ونشكر الأخت أسماء والأخت هاجر. مرحبا بيا عندكم. أهلا بك بغدود. إذا ربما بغدود عرفنا على نفسك أكثر. أمين بغدود 22 سنة، ابن حي شعبي، صانع محتوى. عندي حوالي 4 سنين ملي بديت في هذا المحتوى، كنت بديته في الدار على كل حال، بديته مع خويا الصغير. وبعدك شفت روحي بلي عندي موهبة يعني هكذا في المجال الكوميدي أكثرية. رحت قريت المسرح في دار الشباب في القبة، قريت المسرح مع فرقة زيزو لومبيونس، قرينا المسرح وشوية شوية بديت نتطور حال يعني بديت نتطور وفتحت قناة في اليوتيوب وفتحت ثاني تيك فيسبوك هذو الأمور وبدينا صناعة المحتوى مع صحابي بديتهم في الشارع يعني. مرحبا وسهلا بك. ترحب بك الجنة. أهلا وسهلا. ربما أمين يعني أنت دير لي فيديو من ناحية الكوميديا ومن ناحية الاجتماعية وكنت قلت لنا قبل كواليس أنه يعني تخلط في الفيديو يكون اجتماعي بطريقة كوميدية. كوميدي يعني كيفاش هكا كيفاش تعملهم كيفاش تخدمهم؟ يعني نخدمهم مع صحابي على كل حال. احنا نجسدوا الواقع مام يكون محتوى كوميدي نروحوا للواقع اكثريه. مثلا انا موافق نلعب عده ادوار وانا اي دور نلعبه ما عنديش اشكال كامل. موافق نلعب مثلا سراق في الاخير يعني نطيح في الحفره يعني في لافينيسيو تاع الفيديو نطيح في الحفره يعني منها كوميدي ومنها نوصلوا ميساج. هكذا يعني ربما بغدود كيفاش دخلت في عالم صناعه المحتوى؟ دخلت يعني كنت نتبع يعني الممثل القدير عمر الثايري وكنت نتبع صالح أقرود كنت نشوف فيهم بزاف ونتبع فيهم بزاف فكنت نجسد واش يديروا هما كنت نجسد يعني انا في لي فيديو فلقيت روحي بلي راني ناجح يعني تلقى الناس يحبوك برا تلقى الناس يشكروك على المحتوى اللي ديرو تسمى صافي بليزير. هذاك واش زاد شجعني اني نزيد نقدم محتوى اكثر واكثر. خاصة يعني كي يكون عندك محتوى محترم ويقدروا يشوفوا كاع العائلات هنا ديجا الناس يولوا يحبوك اكثر اكثر ويحترموك اكثر واكثر. ربما امين شحال كان عمرك كي بديت كامل دخلت في مجال التمثيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى كما قالت زميلتي؟ انا بديت في 2019 2018 قريت المسرح. في 2019 بديت مع صديق تاعي اسلام مصبش يعني ما كانش عندي والو بديت معاه هو في لي كونت تاعو وباتيك درجه فتحت كونت لي كونت وليت يعني لقيت روحي بلي انسان طالع وناجح وليت ندير لي فيديو والحمد لله يعني محبه الناس هذيك هي الصح. ربما يعني امين من بين الممثلين بالك اللي تحب مثلا انك تمثل معاهم ولا حتى يكونوا القدوه نتاعك؟ انا يعني نحب الاكثريه نحب 3 ممثلين صالح أقرود وعمر ثايري والممثله سهيله معلم هذو 3.
يعني سبحان الله زميلتي كلهم هاجر، كل الممثلين صاعدين ولا صانعي المحتوى ولا اللي جازوا معنا في بلاتو صباح الجمعة كلهم عندهم صالح أوغرت هو المرتبة الأولى، وسهيلة سهيلة معلم. معلم دائما دائما يختاروا هذا الشيء. وعلاش هذوك راكم تخيروا؟ كاين ربما ممثلين محترم، أنا مانيش ضد يعني سهيلة معلم وصالح أوغرت، نحترمهم، لكن ربما كاين ممثلين آخرين. لكن انا نشوف بلي هذوك طلعوا بدون مواقع، نعم يعني صح طلعوا بدون بالجهد مواقع، تاعهم. والاكثريه صالح اوغلوت وعمر ثيلي، تلقى هذوك ما عندهمش فيسبوك، ما تلقاش عندهم تيك توك انستغرام وناجحين والناس يحبوهم. حتى في الوقت الحالي ما عندهمش ما مواقع عندهمش ما التواصل عندهمش شيء الاجتماعي. وناجحين، ربما سهيلة معلم عندها سهيلة معلم، لكن محترمة. أنا يعني أيوة ما عندها جسدش يعني أدوار في أكيد. أنا الشيء الوحيد اللي يعجبني سهيلة معلم زميلتي أسماء، بعيدا عن التمثيل، في حياتها يعني ما الناس ما يعرفوش حياتها الشخصية، نعم. محترمة مع بالك زملاء في المجال الفني في المجال الإعلامي، ما شاء الله عليها. إن شاء الله نتمنى لها التوفيق أكثر فأكثر، وربي يشفينا إن شاء الله صالح إن أوغروت شاء الله يا محبوب الجزائريين الكل إن شاء الله. شاء أنا الله. ماذا بينا أنه كل مش كل يعني الممثلين اللي ربما يصنعوا التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي، مانيش نقول ممثلين لي زونسيان باسكو نحترموهم القدماء، لكن هناك ممثلين يبانوا غير هنا وهنا، يديروا يعني حياتهم الشخصيه وكامل، وتزيد تلقاهم يتضاربوا في مواقع التواصل الاجتماعي، وحنايا ك يعني الشعب وانا نشاهدوا في هذا المقاطع عينا من هذا المشاكل تاع مواقع التواصل الاجتماعي. ان شاء الله ربي يهديكم ان شاء الله وتكونوا في المستوى اكثر ان شاء الله. اذا ربما ككلمه ختاميه اللي راح توجهها للمشاهدين الكرام او ربما ك إيداءات توجههم. نشكركم الأخت أسماء والأخت هاجر، ونشكر أهلا قناة وسهلا بك. الجزائرية أنوان، ونوجه تحية لخويا إسلام مصبش وخويا زيزو لومبيونس، هذو فريق العمل تاعي، ونوجه ثاني تلك تحية الوالدية أمنة المنبر، ونوجه تحية للمشاهدين الكرام اللي مشوفوا فينا. ان شاء الله ربي يحفظهم ان شاء الله ان شاء ويعطيكم الله الخير ربي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله. ونشكرك حنايا اللي كنت حاضر معنا اليوم، امين، وان شاء الله لما ان شاء الله ربي يوفقك ان لما شاء راك الله حابو اكثر ان شاء الله، ولما نشوفك ممثل كبير وفنان كبير ان شاء تكون الله انت قدوه للاخرين ان شاء الله يا رب. اذا مشاهدينا الكرام حنا نروح على فاصل قصير ونعود نرجع لكم، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام عددنا لنهار اليوم، ان شاء الله ما كناش ثقال عليكم، وان شاء الله مواضيعنا وصلوا لبيوتكم. اكيد زميلتي اسماء، وان شاء الله مشاهدينا الكرام تكونوا استفدتوا منا ومن كل الضيوف انتعنا، واكيد ان شاء الله نكونوا عجبناكم في هذا العدد ان شاء الله يا رب. وحنا بدون ما ننسى نشكر كل من هو قائم على هذا البرنامج على راسهم السيده الفاضله المحترمه المخرجه نسيمه ابراهيم، كل الطاقم التقني. اكيد تحيه كبيره للمخرجه نتاعنا نسيمه ابراهيم، وتحيه كبيره للام نتاعها والام نتاعك زميلتي اسماء، شكرا لك. وايضا تحيه للاخت تاعي حفصه لعيد ميلادها، نقولها عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بالف خير ان شاء الله يا رب. وكذلك عيد ميلاد زميلتي هاجر اليوم نديروها لك هنا زميلتي هاجر اللي كان البارح، ان شاء الله ان شاء الله ربي يطول في عمرك ان شاء الله ويعطيك شكرا الخير ان شاء الله. شكرا. وكذلك بلا ما ننساو الاخ عليلو هكذا اكيد صاحب اطالتنا لنهار اليوم كالعاده، بوتيك جوليات الاخ علي، الاخ عصام، الاخ احمد، ما شاء الله هاي لك الاطاله نتاعنا من طرفهم هما، اكيد تنسيق من عندهم هما، اكيد تحيه كبيره وخالصه ليكم خوتي. انا نقولهم نشوفهم مفحوله ما شاء الله، هم الله ربيين يبارك. ما شاء الله محترمين ان شاء الله، ربي يحفظهم ان شاء الله ويوفق كل الناس اللي يخدموا كيما الاخ عنيلو. اذا مشاهدينا الكرام احنا بدون اطاله ان شاء الله ان شاء الله نتلاقاو في اعداد اخرى في مواضيع اخرى، مع اللي غنقول لكم سلام، تهلاو في روحكم بزاف بزاف.